جو من كل مدينة جابوا العدة وجو وبغوا يفرحوا عيال ولاد. أنا كنت ديجا من 95 حتى 2012، يعني كنت في ديار المهجر واخا كنت نمشي ونجي، ولكن 2012 حتى لدابا هذه 4 سنين باش دخلت ديفينيتيفمون المغرب. إوا كعرف من هو ماشي غياب، غير مين كتمشي لديار المهجر سي حاجة واحدة أخرى، ولكن عاود من ترجع لبلادك عاود حاجة واحدة أخرى، فهمتي؟ لا نو ماشي بهذا السبب، لأن الأغنية كانت هذه 5 سنين ولا 6 سنين باش كانت واجدة، يعني كانت الفكرة ديجا مداولة، والدليل على هذا أن ولدي هو اللي دار لي كور في الأغنية، فكان عنده 12 عام ودابا كان عنده 11 عام ودابا عنده 15 عام، وكنظن باللي الفكرة خرجت في وقتها. هذا هو علاش قلت لك بارفوا الفنان ما خصوش يزرب، يقدر يخدم حاجة بعقلها ويتسنى واحد الوقيته فاش يخرجها. وانا جات فرصه هذه ديال الفرصه ان سيدنا دار لو تروك ديال افريقيا وانا خرج ديال افريقيا، يعني ماشي ما بروغراميت لهاش، فهمتي؟ فتلاقيته انا في تريفي فيليكس، تلاقيته في الصويره وطرحت عليه الفكره وصيفط له الاغنيه وسمع الاغنيه وكتب الكلمات ديالو بالانجلي وسمع الاغنيه قبل ما يتوفى، سمعها ورضى عليها، ودرك العائله ديالو حتى هما راهم فرحانين بزاف باسكو بالنسبه ليهم تريفي فيليكس سي يعني الاغنيه ديالو الاخرى هي افريقيا ماما افريقيا، وهو سي لو ليدر ديال لو جروب بوم شاكا. وتريفي فيليكس سي كيلكان كي واحد الفنان اللي انا فاش هضر لي على محمد الخامس ما كاين شي حوايج قالهم لي والحب ديالو لمحمد الخامس مع سيلاسي ديالهم ديال الريغي، فواحد العالم حتى وصل لواحد الدرجه انه كان غادي يطلب الجنسيه المغربيه. فوالا دونك انا بعدا يعني بيرسونيلمون عندي واحد الشرف كبير انني تعاملت مع واحد لا ليجوند دو ريغي واخا توفى، ولكن صارست في يعني عادي تجلس في الميدان يعني في لا كارير ديالي ارتستيك. داك التصريح ماشي ما عجبنيش، ما نظنش هذيك هي ليماج اللي كيما انت فهمتيها ولا فهموها الناس. فهو يمكن بغى يقول بلي جلسنا يعني جلسنا واحد المده راه كبيره، راه بارفوا البرانيين ما كيكونوش ميم با خوت، كيكونوا غير صحاب ما يجلسوش حتى عامين حتى 3 سنين، بصح باش تجبدي خوت يجلسوا 19 عام ولا 20 عام اونسومبل راه خصك يكون عندك ما عرف شنو باش تجلس 20 عام وانت شاد في يعني في الميدان والابداع والاخر. فانا انا كنت ديما كونتر هذه الاسئله هذه ديال الصحفيين كيقولوا علاش تفرقتوا، حنا عمرنا ولا تفرقنا؟ لا فعليا حنا كنا بحال شتي كنا مكولين شي حاجه والديكولات، بصح ما تفرقناش لان خوت عمرهم ولا تفرقوا، فرقنا غير الموت صافي. ديجا الناس باش يقولوا تفرقتوا هاد الكلمه ما خصهمش يقولها تفرق، فهمتي؟ بالفرنسي كتسمى اون دي سوليسيون ماشي اون سيباراسيون، اون دي سوليسيون شي حاجه كتكون كوليا وكديكورا ماشي حاجه كتكون هكا وتفرقها. دونك انا كنصح ديجا هاد المعلومه، مال المعلومات اللي جاو من بعد حميد دار وهداك الشيء الناس راهم يخترعوا هذاك كيما نقولوا لو بي يو دو زد لو بوز. دونك انا جي با بوزوان دو بوز باش غادي نجاوب على هذه الاسئله اللي قلتي لي. واش بعد هذا السؤال هذا اللي سالتيني، هذا الانسان ولا هذا الانسان اللي سولك ياك باش عرف بلي الطمع، وكان جيتكم هنا بجاكوار ولا جيت بهليكوبتر راه فوق السطح، فهمتي؟ نتمنى بيان سور الا كانت عندهم داك الحس الموسيقي بحالنا حنايا، يعني بحال عمومهم بحال باهم،
ما كان حتى شي مشكل بالعكس. العمل اللي غادي يكون بعدا مور افريقيا ماما افريكا هو هي واحد السينجل غادي يخرج و اون فيرسيون كلوب باش نوصلوا لهاد لا نوفا جينيراسيون حواد بوشناق شنو كانوا يديروا. ومن بعد عاود غادي يكونوا اغاني يعني بلا كرياسيون ديالها باللحن بالكلمات يعني اغاني وحدين اخرين. واخترا غادي نجبد شي اغاني ديال الاخوان بوشناق. غادي نقدر نديرو مع اون فوا فيمينين فهمتي بحال اسماء المنور تعجبني باغ اكزومبل. كتجيني لا فوا ديالها كان واحد الطابع مغربي. غادي نهضر على المرأة ولكن نهضر عليها في لو بون كوتي لان الاغاني كاين بعض الاغاني اللي كيعايروا العيالات وانا ما يعجبونيش. الشرع عطانا 4 ياك ولكن انا قديت غير شرع واحد. دوك عندي مرا وحده وما ما 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 عاديش نتزوج بوحده اخرى. مرا عادي نتزوج بوحده اخرى سيتو هادشي اللي كاين. نتزوج عندي جوج وليدات وحمد الله وشاكره. دوك هاد السيد وهاد السيده في انستغرام باللي حامي تزوج وداك الشيء قولها تقلب على حاجه واحده اخرى. كبرتي يا لالا وليتي تتكبري كبرتي يا لالا ما حاسه بضري. كبرتي يا لالا وليتي تتكبري ما تفهمي في الدنيا زيدي مازال تعلمي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.